رسول الله. ان شاء الله مكملين زي ما احنا باثوبيديا والشابتر الاخير من الجنرال باثولوجي نيوبليجيا. المره اللي فاتت قلنا دايما السكيما في دماغنا ديس اوردرز اوف جروث، قلنا عندنا في ديفلوبمنتال، عندنا في اكوايرد ديفلوبمنتال، كان في الاجينيسيس وخلاص عرفنا اجينيسيس يعني ايه الاورجان ما تكونش خالص، ابليجيا اتكون ولكن حصل فيه ضمور، هايبوبليجيا يعني اتكون ولكن ما وصلش للادلت سايت بتاعه او الادلت سايز، هيتيروتوبيا يعني نورمال تيشو ولكن في ابنورمال سايت، اتريجيا يعني ما حصلوش كانالايزيشن، والهامرتوما اتفقنا ان ده كان نورمال تيشو في النورمال سايت ولكن المشكله حصلت بس في الكوانتيتي او في الارينجمنت بتاعته. خدنا اكزامبلز للهامرتوما، المره اللي فاتت خدنا النيفاي، خدنا الهيمانجيوما والليمفانجيوما. النهارده ان شاء الله هنتكلم في الاكواير ديس اوردرز، الحاجات بقى اللي بتحصل بعد ما بتتولد تبدا تتعرض للبيئه، بيحصل لك شويه ديس اوردرز كده بنسميهم اكواير ديس اوردرز. خدنا قبل كده في شابتر السيل انجري الادابتيشن، ان انت تبدا تحاول تتاقلم مع الوضع الجديد، ده الادابتيشن وده مش موضوع النهارده، مش موضوعنا النهارده. هناخد الاتروفي والهايبرتروفي والهايبربليجيا والميتابليجيا، ودي مصطلحات سمعناها قبل كده لازم نبقى عارفينها، يعني الى حد ما هنبقى عارفينها شويه. الجديد اللي احنا ما سمعناش عنه قبل كده هم المصطلحين الاخرى اللي هو الديسبليجيا اند النيوبليجيا. ديسبليجيا والنيوبليجيا دول موضوعين كبار، او الاكبر هو النيوبليجيا لان ده موضوع الشابتر كله. اللي فات كله تقريبا يعتبر كده مقدمه، دي المفاجاه يعني اللي فات الحصه دي والحصه اللي فاتت ده يعتبر بس جاست كده مقدمه لشابتر النيوبليجيا، والنيوبليجيا ده المين شابتر او المين بالك اللي احنا هنتكلم فيه في كل حاجه. نرجع تاني لورقنا زي ما احنا متفقين هنشرح على الورق. الاكوايرد ابنورماليتيز في السيل انجري الاكوايرد، اول واحده في الاكوايرد وهي الاتروفي. الاتروفي بقى المفروض ان انتوا اللي تقولوا، يعني الاتروفي هو ايه؟ هو عباره عن نقص في السايز بتاع الاورجن نتيجه لنقص في السايز او النمبر بتاع السيلز بتاعته. يبقى اتروفي ضمور، يعني حجم الاورجن بدا يقل بسبب ايه؟ ان حجم الخلايا او عددها بدا يقل. انواع الاتروفي بنقسم الاتروفي لنوعين كبار، يا اما فيسيولوجيكال اتروفي يا اما ان هو يكون باثولوجيكال اتروفي، يعني في حاجات فيسيولوجي بيحصل بشكل طبيعي خالص في جسمنا او ان هو يحصل بسبب ديزيز. الفيسيولوجيكال اتروفي يا اما ان هو يكون جنرال اتروفي، حصل ضمور في كل الاعضاء بتاعت الجسم كله، او ان هو يكون لوكال اتروفي، ضرب بس حته معينه كده في الجسم وبدا يحصل فيها اتروفي. وكل نوع هنتكلم عليه سواء في الاتروفي او في الانواع الثانيه الاكزامبلز مهمه جدا، الاكزامبلز مهمه جدا يا جماعه، على الاقل لو مش هتحفظهم كلهم تبقى حافظ لك منهم 2 3. فنركز في الاكزامبلز، هنحاول نشرحهم برضو بالتفصيل وتحفظوهم ان شاء الله برضو يبقوا سهلين في حفظهم. بالنسبه للجنرال اتروفي، الجنرال اتروفي ده بيحصل مع السن مع الايجنج الناس العواجيز، فبنسميه سينايل اتروفي. بنسميه ايه؟ سينايل اتروفي. بس سينايل اتروفي هو الجنرال اتروفي، هو فيسيولوجيكال اتروفي. ده بيكون بسبب الايجنج بروسيس نتيجه للتقدم في السن في الاولد ايج. ده بيحصل نتيجه لايه؟ اول حاجه الشخص لما يبدا يكبر في السن كده بيحصل له انوركسيا، خلاص ما عادش ليه نفس ان هو ياكل حاجه، بيحصل في ليميتيشن في الانتستينال ابزوربشن بتاعته، ما عادش بيقدر يمتص الاكل ولا حاجه، بيبقى عنده اثروسكلروز تصلب شرايين، وبالتالي كميه الدم اللي واصله للاورجنز بقت قليله فيحصل ضمور في الاورجنز دي. تالت حاجه او رابع حاجه والاخيره هرمونال تشينجز، الهرمونات بتاعت جسمه اللي كانت بتخلي الاورجنز هيلثي وفي حجمها وقادره تشتغل بدات برضه يحصل فيها تشينجز وتقل. كل دي الكوزز اوف الجنرال سينايل اتروفي. الجنرال سينايل اتروفي تاني الكوزز هي انوركسيا، ليميتيشن للانتستينال ابسوربشن، اثروسكلروزس اند تشينجز في الهرمون. واتفقنا ان الجنرال اتروفي ده سينايل بروسيس او ايجنج بروسيس. طيب اللوكال اتروفي اللي هو النوع الثاني من الفيسيولوجيكال. لوكال يعني انا ضربت اورجان واحد بس وبقيه الاورجانز بتاعتنا سليمه. ده بيحصل امتى؟ الفيتس او البيبي هو في بطن مامته بيبقى متكون عنده اورجانز كده او متكون عنده ستراكشرز. الاستراكشرز دي مهمه عشان وجوده في حياه في بطن مامته ان هو يفضل عايش جوه بطن مامته. طيب وانس ان البيبي ده اتولد وبقى بره بقى في الانفايرمنت من بره، الحاجات دي ما عادش لها لازمه، فلازم يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها اتروفي. فاول اتروفي بيحصل في حياتنا هو اتروفي في النيولي بورن، في الاطفال الصغيرين او في الانفانتس الصغيرين. بيبقى عندنا في الامبليكال كورد زي ما انتم عارفين، بيبقى في الحبل السوري اللي رابط الجنين بمامته. الامبليكال كورد ده بيبقى فيه فيزلز موجوده فيه الامبليكال فيزلز، خلاص انا ما عدتش محتاجه في حاجه بعد ما بتتولد، فبيحصل اتروفي للامبليكال فيزلز. وكمان بيحصل اتروفي للادرينال كورتكس. الفيتس بيبقى عنده الادرينال جلاند فيها حته كده في الكورتكس بيحصل فيها اتروفي بعد ما بيتولد لان خلاص ما عادش لها اي شغلانه. طيب يحصل الاتروفي الثاني امتى؟ لما يبدا يوصل لمرحله البلوغ بتاعته في البيوبرتال اتروفي. بيبقى عندنا كده غده اسمها الثايموس جلاند. الثايموس جلاند دي غده موجوده
ورا الاسترنم الغده التيموسيه خلاص انا في المرحله دي ما عدتش محتاجها، فبيحصل فيها ضمور ثايموس جلاند، وكمان التونسل اللوز في المرحله دي الناس الكبيره ما عادش بتبقى محتاجه اللوز في حاجه. طيب التشينج تاني بيحصل مع الفيميلز بعد البريجنانسي واللاكتيشن، الست بعد ما بتحمل وتولد وترضع انا خلاص اليوترس ما عدتش محتاجه في حاجه، او الست ما عادش محتاجه اليوترس في حاجه ولا محتاجه البريست في رضاعه، فبيحصل اتروفي في اليوترس والبريست الى حد ما عشان خلاص ما عادش تستعملهم في المرحله دي افتر بريجنانسي اند افتر لاكتيشن. برضو اكزامبل تاني في الفيميلز اللي هو الافتر مونوبوز، المونوبوز اللي هي الفتره بتاعت انقطاع الدوره، الفتره بتاعت اللي بيسموها سن الياس. بعد المونوبوز بيحصل اتروفي للجينيتال اورجانز عند الفيميل، عند الفيميل بيحصل اتروفي للجينيتال اورجانز وبيحصل اتروفي للبريست، فيبدا الحجم بتاعها او السايز بتاعها يقل. يبقى تاني الفسيولوجيكال اتروفي اللي احنا قلنا عليهم عندنا نوعين كبار، يا اما جنرال اتروفي يا اما لوكال اتروفي. الجنرال اتروفي ديت ايجنج بروسيس، بيحصل اتروفي في كل الاورجانز بتاع الجسم، ان شاء الله الراجل بقى كبر في السن ما عادش بياكل، عنده اثروسكلروزس ما عادش بيمتص الاكل، هرموناته متلخبطه، فبيحصل عنده جنرال اتروفي. او ان يحصل لوكال اتروفي، اللوكال اتروفي ده بيحصل نتيجه ان حاجه انا ما كنتش بستعملها فبتضمر. الحاجات بتبدا ما بتستعملهاش امتى؟ اول ما بتتولد ما بتبقاش محتاج الامبليكال فيزلز فبيحصل فيها اتروفي. بعد ما توصل لمرحله البلوغ بيحصل بيوبرتال اتروفي للثايموس والتونسل. بعد البريجنانسي وبعد اللاكتيشن بيحصل اتروفي لليوترس والبريست. بعد المونوبوز بيحصل اتروفي للجينيتال اورجنز. ديت الفسيولوجيكال، ودي طبيعيه خالص بتحصل عند كل الناس، دي طبيعيه وبتحصل عند كل الناس. النوع الثاني اللي هنتكلم عليه وهو الباثولوجيكال اتروفي، وده بقى شغلنا، شغل الباثولوجي. باثولوجيكال اتروفي برضه بنقسمها لنوعين، سواء كان جنرال اتروفي حصل في الجسم كله او لوكال اتروفي بيحصل بس في اورجانز بعينهم. الاكزامبلز طبعا كتير، على الاقل احفظ لك مثالين ثلاثه، مش هقول لك احفظهم كلهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قادر تحفظهم كلها فماشي، يبقى انت كده من الناس الدحيحه اللي بتحفظ كل حاجه مفيش مشكله. الجنرال اتروفي عندنا يا اما ان هو يكون ستارفيشن اتروفي، ان الشخص ده في مجاعه ما بياكلش ولا بيشوف اي اكل خالص، فهيحصل ضمور في كل الاعضاء بتاعه جسمه. طيب الشخص اللي ما بياكلش ده باثولوجي، يبقى ستارفيشن اتروفي نتيجه ليه دايتري ديفيشنسي، مفيش اكل كفايه، او زياده في الريكويرمنتس بتاعته، يا اما جسمه بيحرق الاكل ده كتير زي العيانين اللي عندهم كانسر، العيان بتاع الكانسر جسمه بيستهلك كل الاكل او كل الموارد اللي جايه، فده يعتبر ستارفيشن اتروفي. في النوع الثاني وهو التوكسيك اتروفي، التوكسيك اتروفي ان العيان ده فيه توكسيميا، احنا قلنا المصطلح ده قبل كده، التوكسيميا يبقى فيه في بكتيريا وفيها توكسينز موجوده في الدم، فبرضه عماله تاكل في كل الاكل بتاع جسمه فيحصل فيه اتروفي. طبعا ده بيحصل مع الكرونيك ديزيزز زي التيوبركلوزس وزي الدايابيتس ميليتس وزي الثايروتوكسيكوزس. الثايروتوكسيكوزس يعني زياده هرمون الثايروكسين، وكمان مع الكانسر. النوع الثالث من الجنرال اتروفي او الجنرال باثولوجيكال اتروفي وهو الهرمونال اتروفي. احنا عارفين ان في الاورجانز بتاعت جسمنا عشان يحصل فيها جروث وعشان تفضل محافظه على الفانكشن بتاعتها بيجي لها هرمونات بتشغلها. اهم هرمونات بتيجي من البيتيوتري جلاند، الغده اللي هي الغده النخاميه اللي موجوده في البرين، البيتيوتري جلاند بيطلع منها هرمونات، اهمهم طبعا الجروث هرمون، هرمون النمو، فبيبدا يخلي الاورجانز كلها تنمو. طيب لو افترضنا ان الغده دي باظت وحصل فيها هايبو فانكشن، هايبو بيتيوتريز البيتيوتري ما عادتش شغاله وحصل ان الهرمونات بتاعتها كلها وقفت، بنسميها بان هايبو بيتيوتريزم. بان يعني اول، كل الهرمونات وقفت، وهايبو يعني قله، بيتيوتريزم يعني البيتيوتري ما عادش شغاله خالص. ده هيقلل كل البيتيوتري هرمونز ويحصل اتروفي في كل الجلانز بتاعت جسمنا، كل الاندوكراين جلانز، وبالتالي يحصل اتروفي في كل الاورجانز اللي معتمده على الهرمونات دي. يبقى الجنرال باثولوجيكال اتروفي عندنا في ستارفيشن اتروفي، الشخص ده ما بياكلش في مجاعه، توكسيك اتروفي عنده كرونيك ديزيز زي الدايابيتس زي التيوبركلوزس، او هرمونال اتروفي في حالات البان هايبو بيتيوتريزم، ده في الجسم كله. طيب ممكن يبقى لوكال باثولوجيكال اتروفي، يعني ممكن الباثولوجي يحصل في اورجانز بعينه او اورجان بعينه ويحصل فيه الاتروفي ده. طيب الاكزامبلز كام؟ ما شاء الله كتير، يعني عندنا 7 اكزامبلز اهم، واحده واحده. اول حاجه ديسيوز اتروفي، ديسيوز يعني ما بتستعملوش، اورجان ما بتستعملوش، الحاجه اللي ما بتستعملهاش بتضمر، في قانون كده في جسمنا يوز ات اور لوز ات، يعني يا تستعمله يا اما هيحصل فيه ضمور. واشهر اورجان بيحصل فيه ضمور نتيجه للديسيوز ده البرين، الناس اللي هي ما بتفكرش او ما بتستعملش دماغها بيحصل ضمور فعلا في الدماغ. يبقى ديسيوز اتروفي نتيجه لديمينش في الفانكشنال اكتيفيتي بتاعتك هيحصل فيها الاتروفي ده. اكزامبل اشهر من البرين، البرين ده بيننا وبين بعض كده، اللي هي الايه، المسلز. الشخص اللي بيبقى متجبس ونايم في السرير ده ما بيستعملش المسلز بتاعته، لما يجي يفك الجبس بيلاقي الرجل المتجبسه ديت حجمها اقل من الحجم بتاع رجله الطبيعي او الوضع بتاع رجله الثانيه السليمه، فده يعتبر ديسيوز اتروفي لانه ما بيستعملوش. تاني حاجه اللي هو النيوروجينيك اتروفي،
طبعا احنا عارفين او اخدته في الفسيولوجي ان النيرف بيبعت امبلسز للعضلات عشان يحركها. الامبلس اللي راح للعضلات ديت بتحافظ لي على حجم العضله، كونها ان هي بتحركها او بالاضافه ان هي بتحركها كمان بتحافظ لي على حجم العضله، وبالتالي لو حصل كت في النيرف ده، لو النيرف بتاعنا اتقطع، هي الاشاره ما عادش واصله للعضله، وبالتالي العضله ممكن يحصل فيها ضمور، زي ما هي ما عادتش بتتحرك ممكن كمان بيحصل فيها ضمور، ده بنسميه نيوروجينيك اتروفي، لان المشكله كلها كانت في النيورون اللي رايح يغذي العضله. نيوروجينيك اتروفي بنقول ان ده ديو تو لوس اوف اتروفيك امبلسز. الامبلسز اتروفيك يعني اللي بتساعد على النمو بتاع المسلز نتيجه للنيرف كاتنج، زي البوليومايلايتس، المرض بتاع شلل الاطفال البوليومايلايتس. طيب عندنا اتروفي تاني ممكن يحصل اسكيميك اتروفي. اسكيميا احنا قلنا قبل كده برضو المصطلح ده خدناه في السيركيوليشن. اسكيميك اتروفي يعني البلاد سبلاي ما عادش رايح للاورجان، طالما البلاد سبلاي ما عادش رايح للاورجان يبقى كل الاكل ما عادش رايح للاورجان، فبرضو يحصل فيه اتروفي. واشهر سبب للاسكيميك اتروفي هو الاثيروما او الاثيروسكليروزس، تصلب الشرايين. في عندنا اتروفي نوع رابع اسمه البريشر اتروفي، نتيجه للبريشر ان انا لما بضغط على اورجان بيعمل فيه اسكيميا، فده يعتبر نوع من انواع الاسكيميك اتروفي برضو. او في هرمونال اتروفي، زي ما قلنا في الجنرال في هرمونال اتروفي هنا كان بيضرب كل الجسم كله، ممكن الهرمونال اتروفي ده يحصل برضو هنا لوكالايز، يعني ممكن اضرب هرمون واحد بس اللي بيغذي اورجان معين. اشهر حاجه هنا او اشهر اكزامبل للهرمونال اتروفي اللي هو اللوكال، اللي هو ريموفال للاوفرز عند الفيميلز. لو انت شلت الاوفري بتاعهم جراحه، الاوفري بيطلع هرمونات بتحافظ على السكس اورجانز او الجينيتال اورجانز عند الفيميل، فانت لو شلت الاوفري هيحصل ضمور في السكس اورجانز دي، ده يعتبر لوكال ما حصلش في الجسم كله. في النوع السادس وهو الثيرمال اتروفي، نتيجه لدرجه الحراره العاليه اللي بتبقى حوالين الاورجانز دي بيحصل فيها ضمور. طبعا مش عارف تعرفوا ده او لا، بس خلونا نحكيها. المفروض عند الميلز التستيكلز او التستس بتتكون اصلا وهو بيبي او هو فيتس لسه في بطن مامته، بتتكون جوه الابدومين، ومع الولاده بيحصل لها ديسنت، بتنزل لحد ما تنزل فيه السكروتم بره الجسم. ليه؟ لان هي ما بتقدرش تستحمل درجه حراره البطن. طيب في بعض الناس بيحصل عندهم خطا في الديسنت ده، ان التستس ما تنزلش، تبقى ان ديسند تستس، ما تنزلش لتحت وتفضل موجوده في الابدومين، درجه حراره الابدومين العاليه حوالين التستس دي بتعمل فيها اتروفي، بنسميه ثيرمال اتروفي. او ان يحصل عندنا اميونولوجيكال اتروفي، ان الاميون سيستم بتاعنا يتهبل ويروح يضرب اورجان بعينه وكده ويعمل فيه اتروفي. يبقى اللوكال اتروفي تاني عندنا الديسيوز اتروفي اللي انا ما بستعملوش، او النيروجينيك اتروفي ان انا قاطع النيرف بتاعي، او سكيميك اتروفي ان انا قفلت البلاد فيزل اللي راح يغذي المكان، او بريشر اتروفي ضاغط على المكان ده، او هرمونال اتروفي قطعت الهرمونات اللي بتغذي الاورجان ده، او ثيرمال اتروفي رفعت درجه الحراره حوالين الاورجان. واشهرهم او اشهر مثال الاندوسنت تيستس او اميونولوجيكال اتروفي. يبقى كده اتكلمنا في اول حاجه او اول ابنورماليتي او اول ديس اوردر وهو الاتروفي. هتلاحظوا ان الكلام هنا زياده عن الشابتر او الكلام اللي قلناه في شابتر السيل انجري قبل كده. طيب لو انا عايز اوصف الاورجان اللي حصل فيه اتروفي ده بالنيكد اي هيبقى اخباره ايه؟ طبعا لو هو جنرال اتروفي هنلاقي كل الاورجانز افكتد مش اورجان بعينها، لكن لو هو لوكال اتروفي ده هيبقى بس اورجان حصل فيه اللي هو وان اورجان او سنجل اورجان حصل فيه افكشن بس، وبالتالي السايز والويت بتاعه هيبقوا قليلين. طيب لو هو جنرال اتروفي وكل الاورجانز بتاعتنا اتضربت، لما نيجي نبص على السكن اخبار السكن ايه؟ المفروض السكن ده تحت منه فات، تمام؟ الفات ديت طبعا حصل لها امتصاص وما عادتش موجوده، حصل فيها كمان فيها اتروفي، فالسكن بقى رينكلد كانه كده مكشكش، تمام؟ بقى رينكلد خالص نتيجه لاتروفي للاستيك فايبرز بتاعته والسبكتينيوس تيشو اللي موجود تحته. كمان حصل اكزوستشن للفات خالص من الاديبوس تيشو، كل الفات استهلك عشان يحاول يوفر طاقه للجسم بتاعنا. حصل ويستنج للاورجانز والمسلز، ويستنج يعني بدات خلاص انهكت ما عادتش موجوده، ويستنج بدات يحصل فيها تتاكل، بدا يحصل الجسم يتغذى على نفسه عشان يحاول يوفر الطاقه. بيحصل كده حاجه اسمها اتروفيك انفيزيما، مش عايزين نخوض فيها قوي، يعرفوها كده كاسم او مش عايز تعرفها مش مشكله. ويحصل اوستيوبروزس في العظم، ان العظم كان موجود فيه كالسيوم، الكالسيوم يبدا يسيبه هو كمان، خلاص بيحصل ضمور في العظم فيحصل فيه اوستيوبروزس اللي هي مرض هشاشه العظام. الانفيزيما دي حاجه بتحصل في اللنج، يعرفوها كده انفيزيما وخلاص. او ممكن يحصل عندنا البراون اتروفي اوف ذا هارت، ان الهارت نتيجه ان الخلايا بتاعته بدات تموت ويتكون جواها لايبو فيوجن بيجمنت، فاكر الكلمه دي في السيل انجري؟ لايبو فيوجن بيجمنت ديت نتيجه لان بعض خلايا القلب بدات تموت، فيحصل في ما يسمى بالبراون اتروفي اوف ذا هارت، يبقى ده بالنيكد اي. مايكروسكوبيك اكزامينشن، لما اجي ابص على الخلايا اللي بدا يحصل فيها الضمور دي، الخلايا دي بتبقى اخبارها ايه؟ اول حاجه حصل ريدكشن للسيتوبلازميك ماس، حجم السيتوبلازم اللي جوه الخليه بدا يقل،
كمان النيوكلاس بتاعتنا بدات تبوظ او لسه طبيعيه. النيوكلاس طبعا هنا ما باظتش، انا لو موتت النيوكلاس او بوظت النيوكلاس فده ما يعتبرش اتروفي، انا كده اعتبر موتت الخليه. تمام، الخليه هنا لسه صاحيه، جاست بس السيتوبلازم بتاعها بدا حجمه يقل شويه، فالنيوكلاس نورمال. النيوكلاس ايه؟ نورمال. كمان ان الاورجن اللي حصل فيه اتروفي ده المفروض ان هو كان واخد حيز معين في جسمنا، طيب لما بدا حجمه يقل الحيز ده بقى فاضي، فيبدا ايه يحوطه من بره او يملاه من بره فايبروس تيشو، من السبيس اللي حوالين الاتروفايد اورجن او الاتروفايد سيلز يبدا يتحوص بيه، يتحوط بيه فايبروس تيشو، يبقى ده الميكروسكوبيك اكزامينيشن بتاعه. تعالوا نبص على صوره، نبص على الصوره دي سوا. تمام، الصوره دي مجمع فيها كل ديس اوردرز خالص، دي المفروض ده الوضع بتاع النورمال سيلز. شايفين هنا ايه اللي حصل؟ هنا الحجم بتاع السيلز بدا يقل او عددهم بدا يقل، ده بنسميه الايه؟ ده بنسميه الاتروفي بالاكزامبلز بتاعته، سواء كان الفسيولوجيكال اتروفي او الباثولوجيكال اتروفي. تمام، وهنرجع تاني للصوره اكتر من مره، يعني الصوره دي هتفضل معانا كتير، هنرجع لها كتير. نيجي ليه الحاجه التانيه اللي بتحصل عندنا او الديس اوردر التاني اللي ممكن يحصل عندنا، وهو الهايبرتروفي، ان بدا العمليه بقى تتعكس، بعد ما كان بيحصل ضمور لا يعني ممكن يحصل معايا هاي بيرتروفي، ان الحجم يبدا يزيد، هو انكريس في السايز بتاع الاورجان، حجم الاورجان بتاعي بدا يزيد. ليه؟ يا اما الخلايا حجمها زاد او النمبر بتاعها هو اللي زاد. طيب الهايبرتروفي او عمليه الهايبرتروفي دي بيكون سببها زياده في الار ان اي سينثيسز بتاع السيلز، يعني الخليه بدات تصنع ار ان اي كتير اللي مسؤول عن تصنيع البروتين، وده بيحصل مين اللي في المسلز، في المسل فايبرز او المسل سيلز. طيب التايبس بتاعته واسبابه ايه؟ برضه بنقسمه نوعين كبار خالص، الفسيولوجيكال هايبرتروفي والباثولوجيكال هايبرتروفي، والاكزامبلز برضه مهمه. الفسيولوجيكال هايبرتروفي ممكن تبقى بسبب هرمونات، البريجننت يوترس، الرحم لما بيبقى فيه بريجننسي بيطلع هرمونات بتحفز الرحم ان هو يحصل هايبرتروفي، حجم الخلايا بتاعته او حجم الخلايا العضليه بتاعه الرحم تبدا تزيد عشان تستوعب الفيتوس اللي بيكبر كل يوم ده، بسبب زياده مين؟ الاستروجين، بسبب زياده هرمون الاستروجين. او ممكن يبقى الموضوع ادابتيف، ان الاورجان بيحاول يادابت على وضع جديد هو محطوط فيه، زي الادابتيشن اللي بيحصل في السكليتال ماسلز في الناس اللي هم الاثلتس، الجماعه اللي بيرفعوا حديد وبيشيلوا اثقال والجو ده، بيحصل هايبرتروفي في الماسلز بتاعتهم، الماسلز عددها ما بيزيدش ولكن حجمها هو اللي هيزيد. او ممكن يبقى عندي في باثولوجيكال هايبرتروفي اللي هو النوع الثاني من الهايبرتروفي. باثولوجيكال هايبرتروفي برضك ممكن يبقى هرمونال او ادابتيف او كومبنساتوري، يبقى هو زي الفسيولوجيكال نفس النوعين بس هيزيد علينا نوع جديد اللي هو الكومبنساتوري هايبرتروفي. كومبنساتوري هايبرتروفي يعني كومبنسيشن، يعني ايه؟ يعني تعويضيه، يعني كان عندي اتنين اورجان في جسمنا انا شلت واحد فالتاني كبر شويه عشان يعوض شغل ده، يبقى ده بيحصل في البيرد اورجانز. ده يحصل في مين؟ في البيرد اورجانز، لو واحد اتشال الانسان بيبقى عنده اتنين كيدنز، لو انا شلت واحده التانيه بتكبر عشان تحاول تقوم بشغل او وظيفه الاثنين. طيب الهرمونال هايبرتروفي هي نفس الفكره برضو، ان بيبقى الهرمون بدا يزيد اللي رايح للاورجانز دي فيبدا يحفز شغلها اكتر، ولكن بيكون السبب باثولوجي، بيكون المشكله باثولوجي مش فيسيولوجي. زي التيومرز اللي ممكن تحصل في الانتيريور بيتيوتري جلاند، البيتيوتري جلاند ديت غده مسؤوله موجوده في البرين اللي بتفرز بعض الهرمونات اهمهم طبعا الجروث هرمون، لو حصل فيها تيومر بتبدا تكتر الجروث هرمون، الجروث هرمون بتاعها بدا يبقى كتير قوي، فتروح للاورجانز تخليها حجمها يزيد، تديني مرض اسمه الجايجانتيزم او الاكروميجالي، عارفين الناس اللي هم بيبقوا عمالقه دول اللي هو الاكروميجالي. اوكي، او ان يحصل عندنا ادابتيف باثولوجيكال هايبرتروفي، ده النوع الثاني ادابتيف باثولوجيكال هايبرتروفي، ان الاورجان بيحاول يادابت على وضع جديد. ده بتحصل مينلي في الهولو اورجانز، في الاعضاء اللي هي بيبقى فيها تجاويف بسبب الاوبستراكشن، يعني مثلا السمول انتستين المفروض دي انبوبه حصل فيها اوبستراكشن، الاوبستراكشن ده هي عايزه تحاول تعدي الاوبستراكشن ده فتزود الحجم بتاع العضلات بتاعتها عشان الكونتراكشن ده يعدي الاكل من الايه، من الاوبستراكشن. يحصل كمان فين؟ يحصل في الهارت، لما يبقى عندي فيه اوبستراكشن في الهارت او في الباث واي بتاع الهارت، طبعا احنا عارفين الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل، الليفت فينتريكل بيبعت في الاورطه، لما تبقى المقاومه عاليه في الاورطه يحصل عندنا ليفت فينتريكولار هايبرتروفي، او ان يحصل عندنا الهايبرتروفي ده في الرايت سايد بتاع الهارت لما تبقى المقاومه عاليه في سكه البلمونري. او اكزامبل كمان ان ممكن يحصل عندنا في اليورينري بلادر، اليورينري بلادر زي ما احنا عارفين عند الميلز بيبقى فيها غده من تحت كده اسمها البروستات،
الغده بتاعت البروستات ديت ممكن تكبر وتبدا تضغط على اليوريثرا، تضغط على مجرى البول، فيحصل هايبرتروفي في البلادر عشان تتقاوم على او تتغلب على المقاومه اللي موجوده دي. يبقى الادابتيف الاكزامبلز بتاعتها الرايت فنتريكولار هايبرتروفي في حالات الميترال فالف ليجنز، الليفت فنتريكولار هايبرتروفي في حالات الاورتيك فالف ليجن، او اليونري بلادر هايبرتروفي في حالات البروستاتيك هايبربليجيا او الانلارجمنت بتاع البروستات. يبقى الاكزامبلز مهمه. يبقى تاني هايبرتروفي بسيطه خالص، هو زياده في السايز بتاع الاورجن نتيجه لزياده في العدد بتاع الخلايا او حجم الخلايا، دي بتكون مشكله في تصنيع، زياده في تصنيع الار ان اي بتاع الخليه. التايبس اما فيسيولوجيكال او باثولوجيكال، فيسيولوجيكال هرمونال ادابتيف، الباثولوجيكال هرمونال وادابتيف وكومبنساتوري، واكزامبل لكل واحده. نرجع للصوره بتاعتنا. ده النورمال سيلز اللي موجوده عندنا. الهايبرتروفي شايفين الهايبرتروفي ايه اللي حصل فيه؟ جاست ان الخلايا بدا حجمها يزيد، يبقى الهايبرتروفي عكس الاتروفي. هنا الخلايا بدا حجمها يقل، هنا الخلايا بدا حجمها يزيد. هنا العدد ممكن يقل، هنا العدد ممكن يزيد. نيجي ليه الديس اوردر الثالث، وهو الهايبر بليجيا. هايبر بليجيا احنا اتفقنا كلمه بليجيا قبل كده يعني ديفرنشيشن للسيلز، او بنسميه ديفيجن للسيلز، الخلايا تبدا تنقسم وعددها يبدا يزيد. فهو زياده في السايز او الويت بتاع الاورجن نتيجه لزياده في مين؟ في النمبر، نتيجه لزياده في النمبر، ملوش علاقه خالص بفكره السايز. يبقى هو بليجيا فكره ديفيجنز، الخلايا بتبدا تنقسم ويبدا يزيد النمبر بتاعها، وبالتالي ده بيكون مصاحب بزياده في دي ان اي سنسز، مش الار ان اي. الار ان اي ده تصنيع بروتينات، لكن الدي ان اي عشان انقسام الخليه. وطبعا كل اللي فاتوا دول يعتبروا ريفرسبل، الاتروفي والهايبرتروفي والهايبر بليجيا، كل دول يعتبروا ايه؟ يعتبروا ريفرسبل تشينجز بتحصل في الخليه. طيب انواعه برضو بنقسمه لنوعين كبار، يا اما فيسيولوجيك يا اما باثولوجيك. الفيسيولوجيك عندنا نفس الفكره، يا اما زياده في الهرمونات اللي بتغذي المكان ده فتبدا الخلايا يحصل فيها انقسامات كتيره، او زياده في الديموند، ان انا محتاج شغل من الخليه ديت اكتر فزود العدد بتاعها. انكريز في الديموند ده بيحصل فيه الثايرويد جلاند، عارفين احنا غده الثايرويد، الثايرويد دي حجمها بيبدا يزيد مع البيوبرتي ومع الحمل. ليه؟ لان احتياجات الجسم من الثايروكسين او من الثايرويد هرمون في المرحله دي بتبقى اكتر، فانا محتاج فبكتر خلايا الثايرويد، فده يعتبر هايبربليجيا، وده فيسيولوجيك. ليه؟ مع البيوبرتي، مع فتره البلوغ ده بيحصل طبيعي، ومع البريجننسي ده بيحصل طبيعي، ده مش باثولوجي. او ممكن يبقى هرمونال، ان في هرمون زاد في الجسم فبدا يزود الخلايا بشكل فيسيولوجي مش بشكل باثولوجي. زي مين؟ زي الجرافيد يوترس. برضو ان اليوترس الجرافيد يعني اللي فيه بريجننسي، كلمه جرافيد يعني حامل، جرافيد يوترس يعني اليوترس اللي فيه بريجننت، بيحصل هايبر بليجيا برضو في السموث ماسل بتاعته عشان تبدا تستوعب الفيتس ده. وفي عندنا برضو الجلاندولار هايبر بليجيا. هايبر بليجيا بتحصل في الجلاند بتاعه البريست مع البيوبرتي ومع البريجننسي ومع اللاكتيشن عشان الست تبدا ترضع الفيتس بتاعها. ده كل ده فيسيولوجي. طيب الباثولوجيك، باثولوجيكال تايبس في عندنا يا اما هرمونال يا اما اريتاتيف او كومبنساتوري. هرمونال يعني ايه؟ يعني في هرمون زاد بشكل باثولوجي في الجسم وبالتالي زود عدد الخلايا، زود انقسام الخلايا. معلش هنحفظ اكزامبلز هي تبدو تفاصيل كتير مش عليكم، بس على الاقل احفظ لك اكزامبل او اتنين منهم. معلش، زياده الثايروتروفيك هرمون. الثايروتروفيك هرمون ده الهرمون اللي بيحفز الثايرويد جلاند ان هي تطلع الثايرويد هرمون بتاعها. فلو زاد الثايروتروفيك هرمون ده اللي هو بنسميه تي اس اتش، ممكن تشطب على الثايروتروفيك دي وتكتب تي اس اتش. تي اس اتش، زياده تي اس اتش ده بيعمل لي جويتر. جويتر يعني بيضخم حجم الثايرويد جلاند، كلمه جويتر بين قوسين كده اكتبه زياده السايز اوف الثايرويد جلاند. او زياده الكورتيكوتروفيك هرمونز اللي هو الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش لما بيزيد بيعمل لي ادرينال هايبربليجيا، بيزود لي حجم الادرينال جلاند. ولما حجم الادرينال جلاند تزيد ويزيد الكورتيزون في جسمنا، ده مرض بنسميه كوشنج سيندروم. ده بنسميه ايه؟ كوشنج سيندروم. كوشنج سيندروم اعتقد خدتوا الكلام ده في الفسيولوجي، فيعني ممكن تكونوا سمعتوا الكلام ده قبل كده. طيب زياده الاستروجين في الفيميل بيعمل لي هايبر بليجيا في البريست وفي طبقه الاندوميتريوم بتاعه اليوترس، في طبقه في البطانه بتاعه اليوترس اللي عندها. طيب زياده الاستروجين في الميل بيعمل لي بروستاتيك هايبر بليجيا. لا لا، ايه ده؟ زياده استروجين وفي الميل؟ طبعا احنا عارفين ان الميل يعني نسبه الاستروجين في جسمهم المفروض ما تبقاش موجوده او تبقى قليله جدا. طيب لما الاستروجين يبقى موجود كتير عند الميل ده يعمل لي ايه؟
يزود لي حجم البروستات، يزود لي حجم الايه، يزود لي حجم البروستات، فده يعتبر باثولوجيكال هايبر بليجيا، باثولوجيكال هرمونال هايبر بليجيا. يبقى تاني الهرمونال باثولوجيكال هايبر بليجيا مثالها زياده التي اس اتش الهرمون بتاع الثايرويد جلاند بيعمل لي جويتر، بيزود لي حجم الثايرويد. زياده الاس تي اتش او الكورتيكوتروفيك هرمون بيزود لي حجم الادرينال ويعمل لي مرض اسمه كوشينج سندروم. زياده الاستروجين عند الفيميل يعمل لي هايبر بليجيا في البريست والاندوميتريوم. زياده الاستروجين عند الميل يعمل لي بروستاتيك هايبر بليجيا. النوع الثاني من الباثولوجيكال وهو الايريتاتيف هايبر بليجيا. الايريتاتيف هايبر بليجيا يبقى فيه ايريتانت، والايريتانت ده راح على مكان وعمل فيه هايبر بليجيا، وده اشهر نوع بيحصل. الايريتاتيف هايبر بليجيا ده بيحصل كتير جدا في جسمنا. اوكي نتيجه اللوكال اريتيشن بيبقى موجود على السيرفيس ايبيثيليوم بتاع السكن. الكومبنساتوري هايبر بليجيا، الكومبنساتوري يعني تعويضي برضو، يعني انا في حته شلتها فبتحاول تكبر عشان تعوض النقص اللي موجود ده. وده بيحصل امتى؟ عارفين الناس اللي بيتبرعوا مثلا واحد يقول لك هتبرع بفص من الكبد ويعيش بفص واحد، هو في الحقيقه ما بيعيش بفص واحد ولا حاجه. الفص اللي اتشال ده الليفر عنده القدره انه يزود، يحصل فيه انقسام في الخلايا بتاعته ويكون فص جديد، فهو ما عاش بفص ناقص ولا حاجه. فبيحصل هايبر بليجيا في الهيباتوسايتس افتر بارشال سيرجيكال اكسجن، انا شلت حته من الليفر وهو قدر يعوض النقص ده انه كتر عدد الخلايا بتاعته. او ممكن يحصل عندنا هايبر بليجيا في البون مارو بعد الهيموريج، بعد ما يحصل هيموريج ونزيف والجسم فقد خلايا كتير من خلايا الدم بتاعته، بدا البون مارو يحصل فيها هايبر بليجيا، يزيد في حجم الخلايا بتاعته عشان يبدا يعوض الوضع ده. طبعا كل دي اسباب باثولوجي، انا لما بفتح بطن واحد واطلع منه ليفر ده باثولوجي، لما يحصل نزيف ده يعتبر باثولوجي. فالتقسيمه فيسيولوجيكال وباثولوجيكال دي بتكون اكوردنج للكوز، اكوردنج للكوز. طيب ايه بقى البروجنوزس بتاعت الهايبر بليجيا؟ العيان بتاع الهايبر بليجيا ايه البروجنوز بتاعه، مصيره ايه؟ احنا اتفقنا كلمه بروجنوز قبل كده يعني المصير بتاعه ايه. بنقول ان البروجنوزس او الكلينيكال سيجنيفيكانس، ايه اهميه الكلام ده احنا بندرسه ليه؟ بنقول ان الهايبر بليجيا ديت ممكن تبقى مانيفيستد بماس في البريست، يعني في ميل جالها هايبر بليجيا، حصل لها هايبر بليجيا في البريست، فهتبقى جايه تشتكي من ماس، جايه تشتكي من كتله موجوده فين؟ في البريست. او الماس دي ممكن تحصل في البروستات، في البروستاتيك هايبر بليجيا، او في الثايرويد، او في طبقه الاندوميتريوم بتاعه اليوترس. لو هي حصلت في الاندوميتريوم هتيجي الست تشتكي من يوتراين بليدنج، جايه تشتكي من نزيف، بيحصل لها نزيف من اليوترس. اهم حاجه ان الهايبر بليجيا از ريفرسابل يا جماعه، الهايبر بليجيا از ريفرسابل، ولكن may progress to malignancy، اي نعم قليله بس ممكن تحصل. يبقى الهايبر بليجيا ديت ما بستناهاش، ممكن تقلب لي مالجنسي. عشان كده الاندوميتريال هايبر بليجيا، لو انا شخصت اندوميتريال هايبر بليجيا عند واحده من الستات لازم اشيل اليوترس، ما استناش لحد ما تقلب لي. اي نعم هي ريفرسبل ممكن ترجع للوضع الطبيعي، بس انا بخاف لو احتمال 1% ان هي تقلب لي بكانسر، فبضطر ان انا اشيل اليوترس تحسبا. اوكي يبقى ديت الهايبر بليجيا. نرجع للصوره بتاعتنا دي، النورمال سيلز الاتروفي بدات الخلايا تقل، الهايبرتروفي بدات الخلايا حجمها يزيد، الهايبر بليجيا لا هنا الخلايا هي النمبر بتاعها هو اللي زاد، حصل سيل ديفيجن، حصل دي ان اي سنسز والخلايا بدا حجمها هو اللي ايه، بدا عددها هو اللي ايه، هو اللي يزيد. طيب نخش على الديسوردر الرابع الميتابليجيا اللي احنا سمعناها قبل كده. ميتابليجيا يعني ايه؟ الميتابليجيا معناها ان انا كان عندي ادلت تيشو او كان عندي تيشو موجود ابيثيليوم مثلا سكويمات ابيثيليوم، اتحول لنوع تاني من الابيثيليوم ولكن من السين كاتيجوري، يعني اتحول لابيثيليوم تاني، كان هو مثلا سكويمات اتحول لترانزيشنال، كان هو سكويمات اتحول لكولامنر، او كان عندي كونكتيف تيشو نوع معين فات كونكتيف تيشو اتحول لفايبروس كونكتيف تيشو، يبقى هو ترانسفورميشن لتيشو تو انذر تيشو ولكن للسيم كاتيجوري، لازم يبقوا في السيم كاتيجوري، ما ينفعش احول ابيثيليوم لكونكتيف تيشو، ده ما يعتبرش ميتابليجيا. يبقى الميتابليجيا لازم ابيثيليوم هو عبارة عن transformation ل differentiated tissue into another differentiated tissue of the same category. وأهم كلمة العملية دي reversible، يبقى الأربعة اللي احنا قلناهم من شوية هم reversible، الأتروفي والهايبرتروفي والهايبربليجيا والميتابليجيا كلهم يعتبروا reversible. يبقى الميتابليجيا epithelium لepithelium أو connective tissue لconnective tissue تاني. طيب أسبابها إيه؟ دي تعتبر نوع من انواع الادابتيشن اللي بيحصل في جسمنا، ادابتيف ميكانيزم، ان انا الكونكتيف تيشو اللي موجود ده او الابيثيليوم اللي موجود في المكان ده ما عادش قادر يقوم بالوظيفه، فانا بجيب ابيثيليوم تاني من نوع تاني اقوى منه شويه عشان يحاول يقوم بالوظيفه. ده بيحصل امتى؟ نتيجه للكرونيك اريتيشن، حد متعرض لاريتيشن كتير او حد بيحصل له انفلاميشن كتير او حد عنده نقص فيتامين اي، فيتامينوزس اي يعني نقص فيتامين اي، او حصل جين اكتيفيشن، في مشكله في الجينات بتاعه الشخص ده وحصل الميتابليجيا. الاكزامبلز بقى والتايبس بتاعه الميتابليجيا
منتهى الأهمية، نركز فيها بقى عشان نحفظهم كده واحدة واحدة ونعرفهم كلهم. دول بقى يعني مش هتنازل عن اكزامبل واحد هنا، قبل كده ممكن نقول احفظ اكزامبل او اتنين، هنا لازم الاكزامبلز كلها تكون محفوظة. عندي ثلاث أنواع كبار. ابيثيليال ميتابليجيا يعني ابيثيليوم بيتحول لابيثيليوم تاني، أو كونكتيف ميتابليجيا يعني كونكتيف تيشو هيتحول لكونكتيف تيشو، أو ميزوثيليال ميتابليجيا. عارفين انتوا السيرا الساكس اللي موجوده في جسمنا اللي هي البلورا والبريكارديوم والبروتونيوم، دي بنسميها السيرا الساكس، متغطيه او متبطنه من جوه بطبقه بنسميها ميزوثيليال سيلز، ممكن يحصل تشينج في الخلايا دي بنسميها ميزوثيليال ميتابليجيا. يبقى ديت الثلاث انواع بتاعتنا، الثلاث انواع ابيثيليال كونكتيف وميزوثيليال ميتابليجيا. نمسك اول واحد وهو الابيثيليال. الابيثيليال ميتابليجيا ان انا ممكن احول اي ابيثيليوم احوله لسكويماس ابيثيليوم فنسميه سكويماس ميتابليجي، احوله لايه ابيثيليوم فنسميه ايه سكويماس ميتابليجي، او ان انا احوله لجلاندولار يعني احوله لجلاند، والجلاند ديت زي ما احنا عارفين هي نوع من انواع الابيثيليوم فنسميه جلاندولار ميتابليجي. يبقى في سكويماس ميتابليجيا وفي جلاندولار ميتابليجي. السكويماس ميتابليجيا بتحصل عندنا امتى؟ بتحصل عندنا في اربع اكزامبلز، اربع اماكن في جسمنا، في السموكرز الناس اللي بيدخنوا، وفي الناس او في الستات اللي عندهم انفلاميشن مستمر في السيرفكس اللي هي عنق الرحم كرونيك سيرفاسايتس، او الناس اللي عندهم حصوات في البيلاري سيستم في القناه المراريه بتاعتهم البيلاري ستون، او الناس اللي عندهم بالهرزيزس في البلادر او ستون في البلادر، ستون في البلادر اليورينال بلادر بتاعتهم. يبقى انا عندي دلوقتي كام اكزامبل؟ اربعه اكزامبل في السكويماس ميتابليجيا، الناس اللي عندهم بيلاري ستون او جول بلادر ستون، الناس اللي عندهم كرونيك سيرفازايتس انفلاميشن في السيرفكس في عنق الرحم، والناس السيجاريت سموكرز. في السيجاريت سموكرز الدخان اللي داخل على البرونكاس ديت او الدخان اللي داخل على اللنج بيحول الابيثيليوم بتاعه التراكيه والبرونكاي الى نوع تاني من الايه من الابيثيليوم، بيحول لي السيليتد ابيثيليوم اللي هو طبيعي موجود في التراكيه والبرونكاي الى سكويماس ابيثيليوم، فده يعتبر سكويماس ميتابليجيا. طيب الكرونيك سيرفاسايتس كفرد بي كولامنر ابيثيليوم، احوله من الكولامنر للسكويماس نتيجه للاريتيشن المستمر في هذا المكان. في الاندوسيرفكس، الاندوسيرفكس يعني الجزء الداخلي من السيرفكس، البيلر ستون او الجول بلادر ستون لما يبقى في ستون في المكان ده هيحول الكولامنر ابيثيليوم بتاع البلادر او بتاع الجول بلادر وبتاع البيلر تراك الى سكويماس ميتابليجيا. سكويماس ده اقوى يعني بيقدر يقاوم شويه عن الكولامنر وعن السيليتد ابيثيليوم، او ان يبقى عندي مشكله في اليورينال تراكت او اليورينال بلادر نتيجه للهرزيزس او ستون فيتحول الترانزيشنال ابيثيليوم الى سكويماس ميتابليجي او سكويماس ابيثيليوم. انا ببص على الصوره دي، صوره اللي بتوضح اللي بيحصل مع الشخص السموكر. الشخص السموكر بيحصل عنده ايه؟ المفروض بيبقى عنده في سيلياتد ابيثيليوم موجود في اللنج او موجود في التراكيه والبرونكاي بتاعته نتيجه للدخان المستمر، انه بياخد دخان دخان على طول عمال يشرب سجاير باستمرار، فالابيثيليوم ده ما عادش قادر يقاوم اللي هو استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم ده ما عادش قادر يقاوم فيتحول الى قصدي السيليتد ابيثيليوم ما عادش قادر يقاوم فيتحول معايا الى استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم، ده اقوى وقادر يقاوم. بس هل ديت حركه حلوه؟ يعني انا ظاهريا استفدت، بس في الواقع دي مشكله كبيره جدا، ان الابيثيليوم يتحول لابيثيليوم تاني ممكن يقلب معايا بكانسر. فالميتابليجيا بري كانسرس، مشكلتها ان هي بري كانسرس، يعني نعم حاجه حلوه ان هي بتحاول تنقذ الجسم، تحاول تنقذ ما يمكن انقاذه، ولكن ممكن يحصل في وقت ما تقلب لي بكانسر، فهي بري كانسرس ليجن. طيب عندي بعد كده الجلاندولار ميتابليجيا، ان انا الابيثيليوم بتاعي يقلب نوع تاني، الجلانس الموجوده ديت تقلب بنوع تاني من الجلانس. عندنا برضو ثلاثه اكزامبلز مهمين. اول اكزامبل حاجه اسمها البارت اوسوفيجاس، مشكله كده بتحصل في الاوسوفيجاس اسمها البارت اوسوفيجاس، وممكن يحصل عندي المشكله في الاستومك في الجاستريك ميوكوزا، يبقى ميتابليجيا في الجاستريك ميوكوزا بحاجات لها علاقه بالجي تي اهيت، او ممكن تحصل في اليورينري بلادر حاجات لها علاقه باليورين. يبقى انا عندي دلوقتي الجلاندولار ميتابليجيا بتحصل في ثلاث اماكن، يا اما في الاوسوفيجاس يا اما في الاستومك يا اما في اليورينري بلادر. طيب تعالوا نحكي حكايه كده البارت اوسوفيجاس ونفهمها سوا. ايه اللي بيحصل في البارت اوسوفيجاس؟ البارت اوسوفيجاس بيحصل عندي المشكله عند اللور اند بتاعه الاوسوفيجاس قبل ما نخش في الاستومك، اللور اند المفروض ديت لايند من جوه بابيثيليوم كده بنسميه سكويماس استراتيفايد سكويماس ابيثيليوم، هنا بيبقى موجود استراتيفايد سكويماس ابيثيليوم هو اللي بيبقى عامل لايننج في الاوسوفيجاس من تحت. طيب الاستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم ده نتيجه للاريتيشن المستمر، الشخص ده مثلا عنده ارتجاع في المريء او بياكل اكل سبايسي او بيشرب قهوه كتير، المهم ان الابيثيليوم ده ما عادش قادر يقاوم الاكل الكتير ده او ما عادش قادر يتعامل مع الاكل اللي بيجيله ده، فيحصل ايه؟
تقوم الاستومك تقعد تفكر او الاسوفاجس يقعد يفكر يقول لك طب ايه رايك ان انا احول الابيثيليوم ده لنوع تاني من الابيثيليوم بيفرز لي حاجه، يعني يتحول لجلاند، يتحول الابيثيليوم لافراز بيعمل جلاند، فيبدا يقاوم شويه الافرازات اللي جايله دي او يبدا يقاوم شويه الاكل اللي جايله ده، يحوله لايه؟ يحوله الابيثيليوم شبه بتاع السمول انتستين، شبه بتاع مين؟ السمول انتستين. السمول انتستين بتطلع صوديوم بايكارب، الصوديوم بايكارب ده بيعادل الاسيديتي اللي موجوده في المكان ده، فيبدا يتحول الابيثيليوم ده اللي هو كان سكويماس ابيثيليوم اصلا الى نوع تاني كولامنر سكريتوري ابيثيليوم، كانه تحول لجلاند سكريتوري، بقى يحصل فيه سكريشن. المنظر ده بنسميه باريت اوسوفيجاس، بنسميه ايه؟ باريتس اوسوفيجاس. يبقى هو ترانسفورميشنز اوف الاستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم بتاعت اللور اند بتاعت الاوسوفيجاس تو كولامنر سكريتوري ابيثيليوم في حالات الريفلكس اوسوفيجايتس. ريفلكس يعني ارتجاع، اوسوفيجايتس يعني انفلاميشن في الاوسوفيجاس نتيجه للريفلكس بتاع الاتش سي ال. هو الاتش سي ال ده اسيدك، محتاج يجيب له حاجه تعادل الاسيدك ميديا ديت فيجيبها من الاستومك او يحول له ابيثيليوم شبه الابيثيليوم بتاع الانتستين. ممكن يحصل عندي الكلام ده فين؟ ممكن يحصل عندي برضه الميتابليجيا ديت في الجاستريك ميكوزا، ان الميكوزا بتاعت الاستومك برضه متعرضه لايرتنت معين ومش قادره تقاوم فتتحول لابيثيليوم تاني في حالات الاتروفيك جاسترايتس ديزيز كده بنسميه كرونيك اتروفيك جاسترايتس، تتحول الى انتستاينال ابيثيليوم، تجيب برضه ابيثيليوم شبه بتاع الانتستين. طيب ممكن تحصل فيه اليورينري بلادر، خدناها اصلا بتاعت اللي بتحصل الميتابليجيا بتاعت اليورينري بلادر دي، خدناها في الشابتر اللي فات لما كنا بنتكلم على البلهارديزيس لما كانت موجوده في اليورينري بلادر، كانت بتعمل لي حاجه كده كنا بنسميها سيستايتس جلانديولاريز. سيستايتس جلانديولاريز يعني شويه ابيثيليوم اتحولوا لجلاند وبدا يبقى موجود معاهم سكريشنز، كنا بنسميها سيستايتس جلانديولاريز. دي بتحصل مع الكرونيك سيستايتس، يعني انفلاميشن كرونيك في مين؟ كلمه سيستايتس، سيست يعني بلادر، سيستايتس يعني انفلاميشن في البلادر. ده بيحصل مع البلهارديزيس، كان ديزيز كده بيحصل مع البلهارديزيس. مشكله الابيثيليال ميتابليجيا ان هي بري كانسروس. يبقى ده الابيثيليال ميتابليجيا، سواء اتحول لسكويماس زي اللي بيحصل مع اللنج او اللي بيحصل مع السموكينج او اللي بيحصل مع الكرونيك سيرفازايتس عنق الرحم او مع البيلاريستون الحصوات اللي موجوده في البيلاري سيستم او البلهارديزيس لما بتحصل مع ترانزيشنال ابيثيليوم جلاندولار يقلب بجلاند في البارتس اوسوفيجاس في الاتروفيك جاسترايتس او في اليورينري بلادر في السيستايتس جلاندولاريس. بالنسبه بقى للتشنجز اللي ممكن تحصل مع الكونكتيف تيشو، الميتابليجيا بتاعه الكونكتيف تيشو ان الكونكتيف تيشو يقلب نوع تاني من الكونكتيف تيشو. الناس الاوبيز بيتحول عندهم الفايبرس تيشو الى فات تيشو، الى فات او اديبوز تيشو. ممكن يحصل عندنا كارتليجينوس ميتابليجيا ان اثناء الهيلينج بتاع الفراكشر ان العظم اول ما بيحصل خدنا قبل كده في الريبير لما كان بيحصل هيلينج ان كان بيتكون الاول كارتليج وبعدين يتحول العظم، ده ترانسفورميشن من نوع لنوع تاني، ده يعتبر كارتليجينوس ميتابليجيا. او يبقى عندي في بون ميتابليجيا ان البون نفسه يتكون في اماكن المفروض هو ما يتكونش فيها، ده بون ميتابليجيا. كان في كونكتيف تيشو طبيعي في مكان معين وبدا يتحول الى بون، بدا يحصل فيه كالسيفيكيشن ويتحول الى بون. ده بيحصل في اربع اماكن في جسمنا، في اللارنكس، في الكارتليج بتاع اللارنكس، في الغضاريف بتاعه اللارنكس الحنجره مع الاولد ايج، او في اليوفيال تراكت دي حته في العين كده اللي اسمها اليوفيلا بيتحول برضو بيحصل فيها كالسيفيكيشن وتتحول الى بون، او الاولد سكارز السكارز القديمه اللي موجوده في جسمنا زي السكار اللي موجود في اللينيا البا اللي هو الخط الابيض بتاع البطن، الخط اللي في منتصف البطن ده بنسميه اللينيا البا، لو في سكار في المكان ده بيحصل عليه كالسيفيكيشن فيتحول الى بون ميتابليجيا، او التروماتيك مايوسايتس اوسيفيكانس. اسم عجيب كده، تروماتيك مايوسايتس اوسيفيكانس، نفصصها واحده واحده. تروماتيك يبقى حصل تروما، مايوسايتس كلمه مايوسايت ديت اللي هي الخلايا بتاعه العضلات مايوسايت، وايتس يعني انفلاميشن، يعني انفلاميشن حصل في العضلات بسبب تروما. اوسيفيكانس يعني حصل اوسيفيكيشن نتيجه للتروما ديت، شويه كالسيوم جه ترصف في المكان ده، ديستروفيك كالسيفيكيشن جه وقف في المكان ده فتحول المصل لبون، يبقى ده بون ميتابليجيا بنسميها تروماتيك مايوسايتس اوسيفيكانس. اوكي، الميزوثيليال ميتابليجيا ده تشينج حصل في الميزوثيليال سيلز او اللايننج بتاع السيرس ساكس اللي هي اللورا والبريكارديوم والبروتونيوم. الخلايا دي المفروض ان هي بتبقى سيمبل سكويمس، بتبقى سيمبل سكويمس سيلز، ممكن مع الاريتيشن المستمر تتحول الى كوبيويدال سيلز او تتحول الى كولامنر سيلز او تتحول ايفن الى جلاندولار ابيثيليال سيلز. طيب البروجنوزس بتاع الموضوع ده بنقول ان الابيثيليال ميتابليجيا دي بتبقى ريفيرسابل ستيت، يعني مرحله ريفرسبل وتقدر ترجع لوضعها تاني، بس مشكلتها ان هي ايه؟ بري كانسروس زي ما قلنا قبل كده، بري كانسروس يعني السكوماس ميتابليجيا ممكن تقلب لي بسكوماس كارسينوما،
والجلاندولار ميتابليزيا ممكن تقلب لي بادينو كارسينوما، ممكن تسيبوا الاسمين دول سكوماستيل كارسينوما وادينو كارسينوما، دول موضوعين هناخدهم في اخر الشابتر لو انتم متضايقين من الاسمين دول دلوقتي هناخدهم تاني بعدين. الكونكتيف تيشو بقى بيتميز عنه بايه؟ ان هو ايرفيرسابل، يعني ما بيرجعش تاني. لو حصل كالسيفيكيشن والعضله اتحولت لعظمه هترجع تاني ازاي؟ خلاص انتهت، ده ايرفيرسابل. بس ميزته الوحيده ان هو نوت بري كانسرس، حتى هو كاتب نوت بري كانسرس، سوري على الخطا ده، يبقى هي بس نوت بري كانسرس، خطا في المذكره، نوت بري كانسرس. اوكي يبقى كده خلاص الميتابليجا فهمناها والبارت اوسوفاجس فهمناها. ده السكوماس ميتابليجا اللي بيحصل في البلادر، ده بيكون الكولامنر ابيثيليوم بتاع البلادر اتحول الى سكويماس ميتابليجا. ده الكولامنر ابيثيليوم اهوت لو انتوا فاكرين شكله في الهيستولوجي، اتحول الى المنظر بتاع السكويماس ميتابليجا لو انتوا برضو فاكرين شكله في النورمال هيستولوجي. اوكي طيب نيجي بقى لاخر ديس اوردر وهو الديسبليجا. الديسبليجا ده بقى جديد، ده الكلام الجديد اللي احنا ما سمعناهوش قبل كده. ايه الديسبليجا وايه حكايه الديسبليجا دي؟ اول حاجه في الديسبليجا نون نيوبلاستيك، نون نيوبلاستيك يعني ده مش تيومر، ده مش تيومر يا جماعه، كل اللي فاتوا دول مش تيومر، والديسبليجيا ما هياش تيومر، دي نون نيوبلاستيك، ما هياش حاجه لها علاقه بالتيومرز خالص، يعني ما هواش ورم، ما بنتعاملش معاه كانه ورم. طيب ايه اللي بيحصل في الديسبليجيا؟ تعالوا نرجع للصوره دي، الصوره بتاعتنا دي عشان نفهم الديسبليجيا. دي النورمال سيلز تمام، لما حجمها بدا يقل سميناها اتروفي، لما حجمها زاد سميناها هايبرتروفي، لما بدات النمبر بتاعهم يزيد سميناها هايبربليجيا، لما قلبت بنوع تاني من الابيثيليوم سميناها ميتابليجيا. امال الديسبليجيا هي ايه؟ هي خلايا هيت ولكن فقدت الارنجمنت بتاعها، ما عادتش مترتبه، فقدت الايه؟ فقدت الارنجمنت بتاعها. افتكروا الكلمه دي، هي فقدت الارنجمنت بتاعتها. حصل لوس of the individual cells uniformity، الخلايا ما بقتش يونيفورم شكل بعض، يعني بقى في خلايا كبيره وخلايا صغيره، خلايا مش عارف مبعجره وخلايا طويله وخلايا مدوره، المهم شكل الخلايا المفروض ان التيشو الواحد الخلايا كلها شبه بعض، فالخلايا بقت شكلهم مختلف عن بعضهم، وبالتالي لما كانوا مرصوصين لما يبقوا مثلا شكلهم مربع يبقوا مربعات مرصوصه في بعضها، لما شكلهم يختلف وكل واحده بقى لها شكل بقت ترصتهم مختلفه، وبالتالي loss of the normal arrangement بتاعتها، loss of the normal arrangement بتاعتها. ولكن لسه شرط واحد، ان الكلام ده يحصل within the tissue، يعني الكلام ده يحصل في التيشو ده هو بس، ما حصلش انتشار للكلام ده بره التيشو، يعني البيزمنت ممبرين بتاع التيشو ما بص. الشرط بتاعنا ان البيزمنت ممبرين ما يبص، لو البيزمنت ممبرين باظ يبقى ده اسمه نيوبليجيا، يبقى ده بقى اسمه ورم. يبقى الفرق ما بين الديسبليجيا والنيوبليجيا هو البيزمنت ممبرين، هو البيزمنت ممبرين. تعال ارجع للصوره تاني، شايفين الديسبليجيا؟ بدأت حجم الخلايا يختلف، كل خلايا بقى لها شكل وبقى لها حجم وبقى لها ظروف تانية خاصة بيها، والأرنجمنت بتاعت الخلايا باظ بعد ما كانوا مرصوصين، بدأ الأرنجمنت بتاعهم يبوظ. طيب شايفين البيزمنت ممبرين انتكت، البيزمنت ممبرين انتكت اهوت، مفيش خلية قدرت تخترق البيزمنت ممبرين وتعدي تاني. طيب الفرق ما بين الصورة دي والصورة دي ايه؟ شايفين هنا البيزمنت ممبرين الخلايا ينعم الأرنجمنت بتاعهم بايظ، والبيزمنت ممبرين باظ وبدات الخلايا تهرب بره البيزمنت ممبرين، بدا يحصل انفيجن، بدا يحصل هجوم على التيشوز الثانيه، ده نيوبليجيا، ده نيوبليجيا، لكن ده ديسبليجيا. الديسبليجيا هي نون نيوبلاستيك، ملهاش علاقه بالتيومرز، الديسبليجيا ملهاش علاقه بالتيومرز. تاني نرجع لصوره ثانيه احلى. شايفين هنا دي خليه طبيعيه، خليه بدا حجمها يزيد شويه وعددهم يزيد شويه سميناها هايبر بليجيا. شايفين الخلايا بدأ يعني بدأت خلايا يبقى شكلها عامل كده، خلايا تانية واخدة شكل تاني، خلايا تالتة واخدة شكل تاني، ولكن البيزمنت ممبرين بتاعنا ايه؟ انتكت، فنسميها ديسبليجيا، نسميها ديسبليجيا. أول ما بدأ الخلايا تخترق البيزمنت ممبرين وتبدأ تنتشر مع البلاد أو تنتشر مع الليمفاتكس، دي بنسميها انفيجن كانسر أو انفيزيف كانسر، ده كانسر. أوكي؟ ارجع بقى للكلام بتاع الكتاب، الديسبليجيا، يبقى الديسبليجيا هي عبارة عن non-neoplastic cellular differentiation disorder characterized by loss of the individual uniformity بتاعت السيلز، وبالتالي loss of the normal arrangement للسيلز، الخلايا خلاص فقدت الترتيب بتاعها، وشرطها ايه؟ within the tissue، within the tissue. وغالبا الديسبليجيا بتحصل مع الميتابليجيا او تحصل مع الهايبربليجيا، يعني ما بتحصلش لوحدها، بيبقى سابقها هايبربليجيا او سابقها ميتابليجيا. السايتس بتاعتها بتحصل في كل الاماكن بتاعت الجسم تقريبا، سكين وميوكوس ميمبرين ليفر وكل الاورجنز. النيكد اي بتاعتها طبعا ديفيكولت ان انا ديتكت الجروس اكزامينشن، يعني انا
لما يحصل ديسبليجيا في الاورجان صعب ان انا اشوفه بعيني، لان ما حصلش اي حاجه، يعني الاورجان سليم ما حصلش فيه اي حاجه، جاست شويه خلايا زادوا او شويه خلايا بدا ترتيبهم يختلف. هل انا اشوف ده بعيني؟ ما بشوفوش بعيني، ولكن تحت الميكروسكوب لا، لو ما شفتوش تحت الميكروسكوب بقى يبقى في مشكله. لا، هنا بشوفه تحت الميكروسكوب، بلاقي الخلايا حصل فيها ديسبليجيا، الخلايا ترتيبها وشكلها بدا يبوظ. الديسبليجيا دي بنسميها سيلولار اتيبيا. اسمها ايه؟ سيلولار اتيبيا. تيبيا او تيبيكال يعني خليه طبيعيه او خليه شكل الاصل. اتيبيا يعني باظت، باظت عن الخليه الاصليه بتاعتها. الاتيبيا تتميز باربع حاجات، احفظوهم زي اسمكم، الاربع كرايتيريا بتاعت الاتيبيا هي ايه؟ اول حاجه هايبر كروماتوزيس او هايبر كروماتيزيا، يعني زياده في النيوكليار ستيننج، يعني النيوكليوس جواها كروماتين، بدا الكروماتين اللي جوه النيوكليوس ده حجمه يزيد، ولما بستين وابدا افحصها تحت الميكروسكوب، لما ابدا اسبخها وافحصها تحت الميكروسكوب تظهر واضحه قوي، ده بنسميها هايبر كروماتيزيا. تمام. الحاجه الثانيه ان يحصل عندنا بليو مورفيزم. بليو يعني مالتيبل مورفيزم، مشكله في المورفولوجي بتاع الخلايا، ان الخلايا ديت بدا يحصل فاريشن في السايز والشيب والمورفولوجي بتاع الخلايا. يبقى اول حاجه هايبر كروماتيزيا، شكل النيوكلاس بدا يختلف، حجمها والكروماتين اللي جواها بدا يزيد. بليومورفيزم، الخلايا بدات مختلفه في الشكل عن بعضها، بدا يحصل عندنا ميتوتيك اكتيفيتي، الخلايا بدات تنقسم، بدا يحصل عندنا ميتوزس للخلايا وبدات الخلايا تنقسم. وكمان لوس اوف ذا نورمال اورينتيشن بتاعت السيلز، بدا يحصل الخلايا علاقه ما بين الخلايا والخلايا بدات تبوظ، الخلايا كانت جنب الخلايا لا فجاه بقت فوقيها، فجاه بقت تحتيها. المهم ان الاورينتيشنز بتاعت الخلايا مع بعضهم بدا يبوظ، اللي احنا بنسميها البولاريتي، الخلايا ما بقتش بولر مع بعضها، بدا لوس اوف ذا بولاريتي اوف ذا سيلز، وبالتالي يحصل disorder في الماتوريشن بتاع التشو اللي موجود عندي. يبقى انا عندي دلوقتي خصائص بتاعه الاتيبيا او السيلولار اتيبيا هم ايه؟ هايبر كروماتيزيا، بليومورفيزم، ميتوتيك اكتيفيتي زياده، وكمان لوس اوف ذا بولاريتي، لوس اوف ذا بولاريتي اوف ذا سيلز. طيب الديسبليجيا لها درجات؟ اه طبعا لها درجات، لها جريدز. جريد 1 لو الديسبليجيا ديت حصلت في تلت الابيثيليوم بس، خدت تلت الابيثيليوم، يعني ما خدتش الثيكنس كله، خدت اللور ثيرد بتاع الابيثيليوم. جريد 2 لو خدت التلتين بتوعه، يعني تقريبا اكتر من نص الابيثيليوم بقى حصل فيه الديسبليجيا ده، انا قادر اشوف فيه المنظر ده. جريد 3 ان الهول ثيكنس، زي المنظر اللي احنا شفناه من شويه، ان هنا الهول ثيكنس بتاع الابيثيليوم وهنا الهول ثيكنس بتاع الابيثيليوم حصل فيه ديسبليجيا بتاع جريد 3. يبقى جريد 1 جريد 2 جريد 3. ليه بنقول الجريدز دي؟ عشان البروجنوزس، ان جريد 1 و 2 دول كومونلي ريفرسبل، يعني بتبقى الامور لسه بسيطه وممكن يحصل فيها ريفرسبل، لو الايريتنت او الحاجه اللي كانت عامله المشكله اختفت هيحصل فيهم ريفرسبل ويرجعوا لوضعهم الطبيعي. لكن جريد 4، جريد 4 بتكمل المنظر ده، شايفين المنظر ده، ان بدا انفيجن شويه للبيزمنت ميمبرين، بنسميها كارسينوما ان سايتو، بنسميها ايه؟ كارسينوما ان سايتو، كارسينوما ان سايتو. اوكي، كارسينوما ان سايتو ايه اللي حصل فيها؟ ان الهول ثيكنس حصل فيه ديسبليجيا والبيزمنت ميمبرين لا يزال انتكت ونو انفيجن اوف ذا اندرلاين كونكتيف تيشو، وبعد كده على طول بتقلب ب انفيزيف كارسينوما. عشان كده كنا بنقول ان الديسبليجيا والهايبربليجيا والميتابليجيا دول يعتبروا بري كانسرس، يعني ليجنز بتحصل قبل الكانسر، لان ده سيكونس هيكمل معاك، لو الايرتنت ما اختفاش او لو السبب ما اختفاش هيبداوا يكملوا في السيكونس ده. اكزامبل بقى للديسبليجيا اللي بتحصل، في ديسبليجيا بتحصل في السيرفكس اللي هو عنق الرحم، او ممكن تحصل في اللارنكس او في اليورينال بلادر او في الكولون. يبقى تاني الديسبليجيا، الديسبليجيا يا جماعه دي نون نيوبلاستيك، يعني هي ما هياش تيومر لسه، هي هتقلب تيومر، هتتحول بعد كده لتيومر. اللي حصل في الخلايا ايه؟ الخلايا بدا يحصل مشكله في اليونيفورميتي بتاعتها، الخلايا ما بقتش كلها شكل بعضها، بدا يحصل مشكله في البولاريتي بتاعتها، الارنجمنت بتاع الخلايا بدا يختفي. الميكروسكوبيك اكزامينيشن بتاعها مهم، ده السؤال، ده السؤال اللي بيجي اخر السنه، ايه هي الكرايتيريا بتاعت السيلولر اتيبيا، هايبر كروماتيزيا او هايبر كروماتيزيا وبليومورفيزم وشو ميتوتيك اكتيفيتي او زياده في الميتوتيك اكتيفيتي، وكمان لوس اوف ذا نورمال اورينتيشن او البولاريتي بتاع السيلز. الجريد بتاعتها جريد 1 يبقى تلت الابيثيليوم، جريد 2 يبقى التلتين بتاع الابيثيليوم، جريد 3 يبقى الهول ثيكنس بتاع الابيثيليوم. بالنسبه للبروجنوزس بتاعها جريد 1 و2 دول طبيعي بيرجعوا تاني ريفرسبل، جريد 3 دي بتكمل لحاجه اسمها الكارسينوما انسايتو، يعني انا خدت الكانسر في كل الثيكنس، الخلايا بتاعت الثيكنس ده الابيثيليوم كله تحول الى كانسر سيلز، وبدا يحصل ايه؟ لسه اول ما يحصل انفيجن يبقى اسمها كارسينوما، من غير الانفيجن يبقى اسمها كارسينوما ان سايتو. كده خلصنا الخمس انواع الاساسيين من الديس اوردرز. المره الجايه ان شاء الله هنبدا بقى في تيومرز او الموضوع بتاع